ندخل على اللي بعده. ايه بقى بديل اللحمه؟ المشروم. المشروم من الحاجه اللي انا من الحاجات اللي انا بعتمد عليها جدا جدا جدا، لانها اولا يا جماعه بيستخدم كعلاج للانيميا، رائع، مليان فيتامينات، مليان بروتين، نفس البروتين اللي موجود في اللحمه، حاجه عضويه اورجانيك، ما بيدخلش فيه يعني نموها اي كيماويات. طبعا دي حاجه حلوه قوي قوي قوي، فمن الحاجات ما فيهاش كوليسترول، ما فيهاش دهون. على فكره هو خضروات، ماشي، بس خضروات مليانه بروتين، من الخضروات اللي مليانه بروتين. فالمشروم من الحاجات اللي تعتمدوا عليها، سواء ان انتوا بقى بتعملوا يعني اللايف ستايل بتاعكم اكل نباتي، او ان انتوا صايمين، او ان انتوا عايزين تغيروا في اكلكم، اختيار الافضل والاول المشروم. طيب المشروم ده بقى هنعمل بيه النهارده، هنعمل بيه شاورما لا تقل حلاوه عن سندوتشات الهوت دوج باللحمه اللي احنا عاملينها. طيب هنعمله ازاي؟ انا عندي هنا كيسين مشروم قطعتهم جوليان زي ما انتم شايفين كده، عندي بقى ثوم مفروم وكمان فلفل الوان وبصل ابيض، كله تقطيع جوليان، طماطم شايله اللب بتاعها او الميه بتاعتها، ملح وفلفل اسود، ثوم بودره، بصل بودره، كاري، زعتر، جنزبيل بودره، بابريكا، وكمون، وصويا صوص. وطبعا هقدمه في عيش كايزر، وبرده هعمل نفس اللي عملته، بحب امسك الكايزر احط المستردة او المايونيز وعليه كمان الكابوتشي، وكمان اروح حط عندي هنا الشاورما وشويه خيار مخلل وبس كده. نقول تاني، نقول تاني علشان دي هتعجبكم قوي وسهله وبسيطه وبتخلص على طول، وعايزه اقول لكم كمان هتعجب الاولاد، وطبعا سندوتشات رائعه. فكرة مش بس سندوتشات، ممكن ناخد اللي احنا عملناه ده نقدمه مع رز ابيض، نقدمه مع مكرونه بالصلصه، برده هتبقى تحفه. مشروم، ثوم مفروم، فلفل الوان جوليان، بصل ابيض، طماطم، ملح وفلفل اسود، ثوم بودره، بصل بودره، كاري، زعتر، جنزبيل بودره، كمون وبابريكا، والصويا صوص. وطبعا تقدروا تستخدموا يعني الصويا صوص او تستغنوا عنها براحتكم، خلاص. طيب اول حاجه طبعا عندي هنا الوجبه بتاعتي، كنت مسخناها اهو، حط فيها شويه زيت اهي، واول حاجه هحطها هي البصل وعليها الثوم، بصل وثوم كده اهو، ياخدوا ويدوا مع بعض شويه يتقلبوا. بص بقى انا ببخر الاكله دي على مرتين. يعني ايه مرتين؟ وعلى فكره يعني لازم ان احنا نعمل اللي انا بقوله ده علشان تاخدوا كل حاجه متحبشه وطعمها حلو. يعني ايه على خطوتين؟ يعني انا مثلا حطيت دلوقتي البصل والثوم، صح؟ طيب بحط المشروم، بتبل، بتبل كل البهارات اللي عندي اللي انا قلتها، توم بودره، بصل بودره، والزعتر، والكاري، والكركم، والسوري، والبابريكا، والملح وفلفل اسود وكمون، ببهر بيه البصل والمشروم كل ده، وبعدين اروح حاطه الخضار وبهر تاني. ده مهم جدا. اخر حاجه بحطها صويا صوص. ليه بقى؟ علشان انا هنا بهرت خلوا بالكم المشروم هو ملوش طعم، فانا اللي بطعمه زي ما انا عايزه، عشان كده بحس ان هو زي ما بقول لكم الاختيار الاول والافضل، زي ما انا عايزه بعمل فيه، من الحاجات اللي هي صحيه جدا. مش اقول لكم كتر الاكل مثلا يعمل لا 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 لا، بالعكس خالص، من الحاجات يا جماعه اللي فعلا صحيه جدا جدا لينا احنا واولادنا. طيب عندي هنا البصل خلاص اتقلب شويه ودبل، تاني حاجه بحطها هي المشروم اهو، واديله تقليبه. طبعا المشروم على طول بلاقيه بيدبل، حتى لو كانت الكميه كبيره ما تقلقيش هتلاقيه هادي خالص دلوقتي. وبعدين هنا بقى زي ما قلت ان انا ببدا اتبل، زي ايه؟ رشه الزعتر بحطها كده، وبعدين باخد بقى نص معلقه صغيره من كل ده، الثوم البودره، البصل البودره، الكاري، الجنزبيل، الفلفل الاسود، البابريكا، الكمون،
خلوا بالكم من الملح علشان احنا عندنا هنا ايه، عندنا في الاخر صويا صوص. الصويا صوص ده بقى عليه ايه، في ملح، فبلاحظ ان ممكن ناس تحط ملح وما تنتبهش ان احنا في الاخر هنحط صويا صوص، فنلاقي الحاجه بقت مالحه قوي مننا. لا، انا ببقى واخده بالي من دلوقتي ان انا هرجع احط ايه، هرجع احط الصويا صوص، فاقلل الملح من دلوقتي. طيب بصوا بقى كده، عندي هنا ايه، المشروم اتبهر، بصوا بقى لونه كمان اختلف لما اتبهر ويتبل بكل البهارات والتوابل اللي انا قلتها. طب لحد هنا عايزه اقول لكم ممكن نحط الساندوتشات ونبقى مبسوطين قوي. لا، احنا عايزين نكمل، فهنعمل ايه، خلاص كده احط بقى الفلفل الالوان والطماطم كمان، طبعا شايله البذر بتاعها، وهرجع تاني قبل ما اقلب ولا اعمل اي حاجه احط كل اللي انا حطيته. نص الفلفل الاسود، نص الكمون، نص البابريكا، نص الثوم، الكاري، البصل، الجنزبيل، الزعتر. الله على الروايح. وهقلب اهو، وبعدين طبعا زي ما انتم شايفين كده هو الحاجه عندي ناشفه، صح؟ الطاسه عندي ناشفه. طيب هعمل ايه بقى دلوقتي؟ اول ما احط الصويا صوص هتلاقوا تش. طب التش دي بقى مهمه جدا، ليه؟ لان في الحاله دي بقى ايه اللي بيحصل؟ كل ده بياخد من طعم الصويا صوص، كل ده بياخد من طعم الصويا صوص. وعلى فكره ممكن لحد كده ما احطش صويا صوص اصلا، يعني لحد كده تمام جدا اهو. فالصويا صوص هنا اختياري اهو، سامعين بقى الدنيا هديت ازاي، وهيبدا يغلي اهو، وانا بقى بقلب كله هياخد من ايه، من طعم الصويا صوص ده بقى. وانا كده خلصت. في اسهل من كده؟ في احلى من كده؟ في اوفر من كده؟ وهي لحمه، لحمه، لحمه بكل ما تحمله معنى كلمه لحمه اهو. طيب يلا بينا بقى نعمل كمان الساندوتشات بتاعتنا. خلصت كده خلاص، اختيارين احلى من بعض بتهيألي، يعني سواء الساندوتشات بتاعه الهوت دوج اللي ما خدتش وقت خالص برضو معانا باللحمه المفرومه وبالفكرتين وبدخول الفرن وخروجه ما اخدتش معانا وقت، وكمان ساندوتشات الشاورما بتاعه المشروم. خلاص كده تعالوا بقى نجيب الكايزر بتاعنا ونبدا، والعيش الفينو، ونبدا نعمل ايه. على فكره انت تقدري تعملي كمان الاثنين مع بعض، يعني اللي هو اكيد اكيد المشروم مش هيجي تمن اللحمه المفرومه ولا الهوت دوج ولا اللحمه العاديه، فانت تقدري تعملي عارفه كده توازن ما بين هنا وما بين هنا، والاثنين هيحبوه قوي. عايزه اهو بدور على المقص بتاعي، عارفه ان انا حاطاه في حته بس فين مش عارفه. نقطع بقى العيش بتاعنا. هعمل لكم بقى في الاخر سلطه ان شاء الله، الوقت بس يكفي كده. سلطه لذيذه جدا وصحيه قوي وهتعجبكم، وهتعجب كمان الاولاد. عندي اهي، تعالوا بقى نجيب الماسك ونحط على طول. هبعدها بس عن النار عشان هي تلاقيها لسه سخنه اهي. الله، جاهزه بس كده. وهم يا جماعه طبعا رشه البقدونس دي اساسيه على الوش. طبعا اقدر ان انا اعمل ايه، اعمل شويه فلفل حار واحطهم اضافي جانبي، وهنا عندي الخيار بحطه لما بعمل الساندويتش اهو، برصصه هنا خيار مخلل. واقدر اعمل ايه بقى، اجيب كمان الرغيف عندي واحط فيه مستردة
بس المسترد بفضلها يعني للفاهيتا مش للشاورما. الفاهيتا بتفرق حاجات بسيطة جدا، خلوا بالكم يعني، نشيلها شوية ايه سكر مش عارف ايه كده يعني، حاجات بسيطة. وتعالوا نعمل هنا كده الرغيف بتاعنا، تغيير يا جماعة، التغيير مطلوب صحيا، مطلوب صدقوني، وماديا مطلوب صدقوني برضو اهو. وطبعا اقدر احط ايه زي ما اتفقنا، كاتشب بقى طبعا، طبق البطاطس المتحمرة ده اساسي جنبي اهو. نحشي بقى العيش بتاعنا، وبعدين احنا ممكن نحط الكمية اللي احنا عايزينها في كل رغيف، نملاه نقلله نكتره براحتنا خالص اهو. يلا بينا، انتوا كنتوا عايزين تاخدوا حاجة؟ ما قلتوليش ليه؟ ما قلتوليش ليه؟ اهو. طب مش هعرف منين انا يا استاذة؟ اهو حاضر يا طنط دينا، ولا انت تأمري؟ اهو يا طنط دينا، ايه رأيك؟ حلو؟ هشيلهولك ده. تحب المشروب؟ بس لا لا نحط بقى هنا ايه الخيار بتاعنا وبس كده. طيب انا قلت لكم اهو خلاص كده. طيب عايزه اقول لكم ان انا اقدر احط دول على شويه رز ابيض، او ان انا اقدر احطهم على شويه مكرونه بالصلصه. وعايزه اقول لكم كانكم بتاكلوا يعني في افخر المطاعم بجد، طعمه هيعجبكم جدا وبسيط وسهل، مفيش اسهل من كده. هنلحق نعمل السلطه. هي طيب ما طالما ما ردتوش يبقى هعملها. تعالوا بقى نعمل السلطه. السلطه دي بقى عباره عن ايه؟ عباره عن ميكس ما بين البروكلي والخيار بشوية اضافات بسيطة جدا جدا هتعجبكم. زي ايه؟ هقول لكم حالا. بس عايزة احط كده ايه هنا البطاطس. يلا بينا يلا بينا. عندي هنا حتى بس البطاطس دي اقدمها اهي، يلا نحطها كده. نحط عليها بقى ايه؟ مستردة، نلون بقى الحياة شوية، كاتشب، مايونيز بس كده. شكرا. نروح نحطها هنا